تحمل هذه المعالم التاريخية في وسط لندن مزيدا من المعلومات للمنقبين في صفحات التاريخ، وهو ما أغرى جمعية التاريخ الإسلامية لبريطانيا بتنظيم جولة للتعريف بتفاصيل العلاقات التاريخية بين بريطانيا والمسلمين. مدرسة ويستمنستر العريقة مثلا كانت تدرس اللغة العربية في القرن السابع عشر. إذا بحثت عن الإسلام في بريطانيا على يوتيوب فستجد مظاهرات وخلافه، أما إذا بحثت عن الإسلام في أمريكا أو في أستراليا فستجد أشياء عن التاريخ. فقلت من المؤكد أن هناك تاريخا مشتركا غير مروي في وسط لندن وفي بريطانيا يمكن تقديمه لتعزيز التفاهم بين أطياف المجتمع. تصل الجولة إلى ميدان الطرف الأغر للتعرف على هذه الألماسة التي تعلو قبعة الأدميرال نيلسون والتي أهداها له السلطان العثماني، ثم تدخل إلى متحف الصور الوطني فتجد لوحات كهذه التي تصور نبيلا أسلم في القرن الثامن عشر وهو إدوارد وورسلي مونتيجيو. تستطيع أن ترى الآن لندن بعين مختلفة لأنك ستدقق في طرز العمارة بتأن وتتفحص تماثيل الشخصيات التي مررت عليها لسنوات ولم تعرف عن تاريخها لأنه لم يذكر في أي مكان من قبل. من المهم أن تصل هذه المعلومات إلى الناس ليدركوا أن بريطانيا ولندن بصفة خاصة كانت مدينة متعددة الثقافات زمنا طويلا. يختتم المشاركون سيرهم عند ميدان ليستر الشهير بدور السينما ويستمعون إلى شرح يفيد بأن القرن الماضي شهد بناء مسرح الحمراء هنا تأثرا بالقصر الذي شيده المسلمون في الأندلس. تسعى جولات كهذه إلى تأكيد عمق ارتباط التاريخ البريطاني بالمسلمين ودولهم خلال القرون الماضية، وهو ارتباط يتجاوز الوجود السكاني الحالي للمسلمين الذين زادت نسبتهم بعد الحرب العالمية الثانية. هاني بشر، الجزيرة، لندن.